إرهاب وقتل وتدمير وتشريد واغتصاب وجرائم يندى لها جبين الإنسانية ولا تخطر على بالي بشر، ولكن كنا مؤمنين ومتأكدين وعلى يقين أننا في سوريا مستهدفين، ولذلك كنا على ثقة من النصر، على ثقة من دحر هذه المؤامرة وهذا الإرهاب وهذا الإجرام، لأننا كنا ولا زلنا وسنبقى مؤمنين بالأعداء للصهيونية، مؤمنين بحقنا باسترجاع الجولان العربي السوري وباسترجاع فلسطين المحتلة، ولذلك هم حاربوا سوريا، ولذلك هم قاتلوا في سوريا، ولذلك هم دمروا سوريا، ولذلك هم تآمروا على سوريا. وقفنا الشعب والجيش العربي السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، لأننا على يقين أننا أصحاب قضية على حق، لنا حق وهذه قضيتنا، لذلك نحن انتصرنا، لذلك اليوم كلهم يطلبون ودنا، لذلك كل المتآمرين الآن يعودون من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة ويطلبون الصفح والاعتذار ويريدون تطبيع العلاقات مع سوريا بعد أن أذاقونا أشد أنواع العذاب والقهر والتدمير. سوريا اليوم بخير، سوريا اليوم تتعافى رويدا رويدا، متكلة على ذاتها، متكلة على قدراتها الفردية ودعم الإحرار في كافة أنحاء العالم، وخاصة الأصدقاء الروس والإيرانيين والأخوة في الجزائر لم يقصروا منذ سنوات. الجمهورية الجزائرية كانت مع سوريا قلبا وقالبا وقدمت كثير من المساعدات، ولكن لأسباب سياسية وأسباب تخص سياسة الدول لا تستطيع إظهاره للعلن، يكتفى بأن تصل المساعدات الجزائرية إلى سوريا بطريقة أو بأخرى منعا للعقوبات ومشاكل. ولكن نحن في سوريا نؤمن إيمانا كامل على مستوى سوريا كلها أننا أصحاب قضية، ولذلك هم حاربونا. والأخوة في الجمهورية العربية الصحراوية أصحاب قضية، ولذلك ذات الذين يحاربون ويطبعون مع الصهاينة اليوم هم ذاتهم يؤيدون احتلال المراكشي للجمهورية العربية الصحراوية ويطبعون مع الصهاينة، وهم أنفسهم من تآمروا على سوريا. ذات الدول وذات الأفراد وذات الأشخاص وذات الأحزاب وذات التنظيمات التي طبعت مع الصهاينة هي تؤيد احتلال مراكش للجمهورية العربية الصحراوية، وبذات الوقت هي تآمرت على سوريا وتتآمر على الجزائر بشكل أو بآخر. هذا باختصار شديد، من كان له حق وقضية فليدافع عنها وليتمسك بها، فليمت، يموت شهيدا أو يعيش حرا عزيزا، لا يخضع لإرادة الغرب ولا يخضع لإرادة الصهاينة ولا يخضع لإرادة القوة. الحق القوي هو المنتصر مهما كانت القوة قوية، قوة الاحتلال. الاحتلال لا يستطيع أن يبقى إلا ما شاء الله، لأنه على باطل، ولأن الشعب يورث هذه القضية من جيل إلى جيل ومؤمن بها أكثر. الأخ همام يدرك تماما في فلسطين المحتلة قالوا سيأتي جيل بعد 48 وبعد 67، سيأتي أجيال وتنسى القضية الفلسطينية وتنتهي الأمور ونعيش بسلام في المنطقة، ولكن تفاجؤوا أنه كلما كان جيل جديد كلما كان أشد عداء وأشد شراسة للصهاينة. وهذا ما يحصل في الجمهورية العربية الصحراوية، فجيل السبعينات يختلف عن جيل الثمانينات، عن جيل التسعينات، عن الجيل الذي نعيشه اليوم. فنرى في الجمهورية العربية الصحراوية أجيال شابة أكثر إصرارا وأكثر التزاما وأكثر قوة وأكثر حزما من أجل انتزاع حقها من براثن الاحتلال المراكشي الذي جثم على صدور النساء والرجال وذاقهم العذاب والويلات. فكما في فلسطين في الجمهورية العربية الصحراوية ذات الاحتلال وذات العدوان. بالضبط أخي همام، صورة تبقى الأصل. هما استاذ محمد، همام همام سوف اضيف لك معلومه لكي لا يقالطك. هناك قبل الكثير من المعلومة الاخوه الجزائريين ونحن وهم شيء واحد، يعني دائما قبل المعلومة يفتح الاخوه الجزائريين دائما يفتح الاخوه الجزائريين مساحات ويدعوننا للمشاركه والمناظره مع هؤلاء المخزنيه. اسال الاخوه الجزائريين، نحن ناتي بالحقائق والبراهين والادله ونناقش باحترام وبأدب، وهذه تربيتنا وليست مزايدة أو مجاملة من هذا القبيل. لكن للأسف عندما لا يجد حجة يسب ويشتم ويقول مثلا مصطلحات مثل صناعة جزائرية. أعطيك دليل، حرب الرمال عام 63 900 والف، أي بعد عام واحد من استقلال الجزائر كانت هناك حرب الرمال. للأسف الشديد
هذا النظام مبني على المؤامرات وعلى الاعتداء على الآخرين. للأسف الشديد، بدل من مساعدة الجزائر في نهضتها، للأسف وهي حديثة بعهد الاستقلال، قام بالهجوم عليها من أجل التوسع، وقال إن بشار وتندوف إلى آخره بأن له، ونسي أن هذه الولايات الجزائرية سقط عليها ملايين الشهداء الجزائريين. يعني 63 900 وألف كان الشعب الصحراوي يقاوم الاستعمار الإسباني، فما دخل الجزائر هنا؟ يعني 63 900 وألف كان الشعب الصحراوي يقاوم الاستعمار الإسباني، في حين كان الاحتلال المخزني المغربي التوسعي يريد أن يضم أجزاء من الجزائر بحجة أنها أراضيه وكذا إلى آخره. هذه نقطة للإضافة. تفضل همام، تفضل. طب يا جماعة، أنا بداية قدام الجميع يعني بعتذر على اللي صار، يعني إنه كان في الأخ اللي